جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف. أهلا بكم. أهلا بك لبنى. أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. ومن العناوين إلى التفاصيل: وسط إقبال كثيف انطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين صباحا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يصفها المراقبون بأنها الأكثر أهمية في تاريخ البلاد الحديث، لكونها الأولى بعد تعديلات دستورية غيرت شكل النظام السياسي في الدولة. يختار الناخبون الأتراك ممثليهم في البرلمان ورئيسهم بصورة مباشرة من بين 6 مرشحين. تتمثل أهمية الانتخابات في توسيع سلطات الرئيس الذي سيعين الوزراء ويعزلهم، فضلا عن تعيين كبار المسؤولين والقضاء وإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان وإصدار مراسيم تتمتع بقوة القانون، بالإضافة إلى إعداد ميزانية الدولة. في تلك الأثناء أدلى محرم أنجا مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد، ويعتبر أنجا من أشرس المنافسين للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ويخالفه في معظم سياساته الداخلية والخارجية. وقد أثبت وهو معلم سابق أنه قادر على حشد التأييد بنهاية الحملة الانتخابية وجمع الحشود الضخمة خاصة في المدن الكبرى. ذكرت صحيفة ألمانية أن نحو 300 دبلوماسي تركي طلبوا اللجوء في ألمانيا منذ محاولة التمرد الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو 2016. وذكرت صحيفة فيلد أم سونتاج أن بيانات من وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن طالبي اللجوء من الأتراك يحاولون الفرار من انتهاك حقوق الإنسان في بلادهم هم وزوجاتهم وأبنائهم. وعقب محاولة التمرد الفاشلة اعتقلت تركيا أكثر من 40,000 شخص، وفصلت وأوقفت عن العمل أكثر من 100,000 آخرين في الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص. وفي الملف اليمني، أفادت تقارير إعلامية بمقتل نحو 1,000 مسلح من ميليشيات الحوثي منذ بدء معركة تحرير مدينة الحديدة في 14 من الشهر الجاري. يأتي هذا بالتزامن مع عمليات تمشيط تقوم بها القوات اليمنية مدعومة من قبل التحالف العربي في الساحل الغربية لقطع طرق إمداد ميليشيات الحوثي في جبهة الحديدة، حيث قامت القوات بإحباط عمليات تسلل حاولت الميليشيات تنفيذها في محاور عدة بالمناطق المحررة. استكملت قوات الجيش اليمني تحرير سلسلة جبال طويلق في مديرة رازح جنوبي غربي محافظة صعدة. وقال قائد اللواء الثالث عاصفة محمد بن عبد الله العجابي، قال إن قوات الجيش نفذت عملية واسعة لتأمين السلسلة الجبلية، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة. وعثرت قوات الجيش على مخزن أسلحة يضم صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة وأجهزة اتصالات عسكرية. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن ميليشيات الحوثي عليها الانسحاب من الحديدة ومنائها دون شرط. وأعلن قرقاش في تغريدة عبر تويتر أن الميليشيا تتخذ من المساعدات والمدنيين رهائن، مؤكدا أن التحالف العربي يدير معركة الحديدة بشكل مضبوط ومسؤول. وتابع قرقاش أن هذه المرحلة تتطلب ممارسة الجهود والضغوط الدبلوماسية من أجل دفع الحوثيين للانسحاب من الحديدة. هذا وقد اتهم التحالف العربي في اليمن ميليشيات الحوثي بتعطيل ومنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة. وقال التحالف بحسب وسائل الإعلام إن الميليشيات منعت دخول سفينتين محملتين بمشتقات نفطية للميناء لأكثر من شهرين، مؤكدة استمرار إصدار التصاريح للسفن المتوجهة إلى الميناء. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من اليمن الشيخ سعد الجرادي القيادي في المقاومة الشعبية اليمنية. سيد سعد، أهلا بك على شاشة أونلايف. بداية ضعنا في الصورة، ما هي آخر التطورات لديك فيما يخص المعركة الخاصة بتحرير الحديدة وبتحرير مينائها؟
تحرير الحديدة حتميا، ويعني ويجب أن لا يتراجع الجيش اليمني عن تحرير الحديدة، لأن تحرير الحديدة هو بداية نهاية للحركة الحوثية الفاشية، وتحرير الحديدة أيضا هو بداية النهاية لتحرير بقية مناطق اليمن المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية. وأيضا التحالف العربي والجيش اليمني مصرين على تحرير الحديدة، لأنه بقاء الحديدة كرئات يتنفس من خلالها الحوثيين ويستقبلون المساعدات العسكرية من إيران أيضا، ويصادرون الإغاثة التي تصل لليمنيين ويحولوها إلى مجهود حربي، ويصرفوها على عناصر ميليشياتهم ويحرموا أبناء تهامة وأبناء اليمن. ولذلك يجب أن لا نتوقف إلا بتحرير الحديدة والزحف على المناطق الأخرى وتحرير إقليم تهامة. حتى هذه اللحظة سيد سعد، يعني كيف تقيم سير العمليات؟ ما الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة في عملية تحرير الحديدة؟ إلى أي مدى تم منع أي تسلل من قبل الحوثيين وإنجاز هذه العملية؟ محاولة التسلل من هنا وهناك، يعني تحاول الميليشيات الحوثية أن تتسلل وتحاول أن تعمل التفاف من بعض المناطق القريبة من حديدة، لكن هناك قوات يعني واقفة بالمرصاد لتصد هذه الهجمات أو هذه الاختراقات، لا جانب أنه هناك خطة شاملة لتحرير المدينة بعمل منظم ووضعت خطط لهذا العمل. وأيضا هناك أيضا عملية وجبهات أخرى ستفتح من شمال الحديدة، وهناك زحف على كيلو 16 مستمر، وأيضا الإعدادات في المناطق الأخرى وفتح جبهات في كل مناطق فوق صنعاء والجوف وأيضا وإب وتعز. المعركة مستمرة حتى تحسم المعركة لصالح السلطة الشرعية ولصالح الإقليم ولصالح التحالف العربي ولصالح العرب بشكل عام، لأن المعركة معركة عربية بامتياز. نحن نواجه إيران والوقوف بصلابة أمام إيران، وأدعو كل عربي أن يقف إلى جانب المعركة اليمنية. يعني القتال يقترب من وسط مدينة الحديدة اليمنية وهناك إنجازات تحرز على الأرض، ماذا عن الجوانب الإنسانية الأخرى ومراعاة هذا الجانب في ظل هذه الحرب الشرسة والقتال المستمر؟ التحالف العربي معد خطة كاملة للدعم، وهناك دعم لم يحصل في التاريخ، يعني لأبناء اليمن في جميع المناطق، ما فيها مناطق التهامة، المناطق التي حرمت منذ أن حصل الانقلاب في 21 سبتمبر 2014، لكن اليوم كل النازحين من الحديدة ومن تهامة سينتقلوا إلى أماكن محددة، وخاصة المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، والإغاثة قائمة ومستمرة، والسفن في البحر تحمل إغاثة، والقواطر تحمل إغاثة من المنافذ، هنا خطة شاملة لإغاثة اليمنيين في كل المناطق. سيد سعد الجرادي القيادي في المقاومة الشعبية اليمنية، أشكرك شكرا جزيلا. وبالعودة مرة ثانية إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا، معنا لمزيد من تسليط الضوء عليها السيد طاهر التميمي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية عبر خدمة سكايب. مرحبا بك سيد الكريم. يعني هذه الانتخابات التي تشهدها تركيا، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يبدو أن هناك صراع كبير وشرس، خاصة مع وجود بعض المرشحين كإنجا الذي يمثل حجر عثرة أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا الصوت الكردي من خلال صلاح الدين دمرداش، وتدخل المرأة يعني على خط هذه الانتخابات الرئاسية والتركية وهي السيدة ميرال أكشنار التي تلقب بالمرأة الحديدية. أيهم يمثل حجر عثرة أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ مساء الخير. بالبداية شكرا كما تعرفون تركيا تشهد اليوم صراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتركيا بعد أحداث سوريا دخلت في معركة هناك، وأحزاب تركيا أيضا تؤيد دخول تركيا في صراع السوري، ووجود رجب طيب أردوغان وهو الشخصية الذي صار لها 15 عاما في منصب رئيس الوزراء منذ عام 2003، وهذا الرجال يعني عمل بكثير على الساحة التركية ونجحت تركيا من النمو الاقتصادي وأيضا السياسي
السياسات الدولية وتقربه إلى المذهب المسلم الذي هو يقول أن تركيا دولة علمانية ولكن هو شخصية إسلامية. وهذا هو صراع موجود ما بين العلمانيين في تركيا وما بين الإسلاميين. أردوغان حصل على الانتخابات منذ عام 2003 إلى يومنا هذا وهو يرأس حزب العدالة والتنمية وساعد الشعب التركي على النمو الاقتصادي، وهناك فتح مجال أيضا للشخصيات الأخرى الشخصيات الإسلامية دخولها في المدارس ومنع القوميين من حضورهم أكثر في البرلمان. ولكن اليوم أردوغان يواجه تهديد واسع من قبل شخصيات دخلت على خط الانتخابات، ذكرت حضرتك إنجا وأيضا الأمرأة الديب الذي معروفة في تركيا وهي كانت تشغل منصب رئيس وزير الداخلية سابقا. هذه الأمرأة هي أمرأة حديدية كما ذكرت حضرتك، وتهديد واسع يكون لأردوغان بعد الصراع الذي شاهدناه أردوغان مع الأمريكان والروس. هناك تهديدات موجودة لأردوغان، ونرى نحن كمراقبين في الساحة التركية أردوغان ما بين 50% راح يأخذ الأصوات، ولكن هناك شعب التركي أيضا ما راح يعني ينقش بوعود الذي وعد أردوغان بإعطاء الحريات المزيد للشعب التركي. أردوغان وعد الكرد إعطاء الحقوق المزيد من الحقوق والحرية أيضا ولكن خالف وعوده. نعم أستاذ طاهر، يعني إذا كان قد أعطى بعض الوعود للأكراد، ما يتم في شمال سوريا لا ينبئ بأن يكون هناك يعني تحقيق لهذه الوعود التي وعد بها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. نتحدث عن أمر آخر في هذه الانتخابات سيد طاهر، وهو أنه الرئيس رجب طيب أردوغان يعني كان هناك مقال أو نشر في صحيفة الجاردين البريطانية تتحدث عن أن الرئيس التركي تسبب في عدم الاستقرار على الساحة الدولية، وذلك أيضا إذا تحدثنا عن الشأن الداخلي بفرض حالة الطوارئ التي تسببت في الإزعاج لعدد كبير جدا من الشعب التركي، وأيضا قام للحريات كما يعني وضح بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. كل هذه التحديات التي تواجه رجب طيب أردوغان، من الممكن أن تعزز من فرص فوز المرشح الأقوى الآن أمامه وهو السيد محرم أنجه؟ بكل تأكيد أردوغان دخل في معركة سياسية وشعبية بين حكومة الشعب التركي وسياسات الشرق الأوسط. بعد دخول أردوغان ومحاولة الانقلاب الفاشلة الذي رأيناه وتابعه العالم، كيف نجح أردوغان؟ وهذه نقطة مهمة، كيف نجح أردوغان بإفشال الانقلاب العسكري؟ هذا ترجع على الشعب التركي و الإسلاميين الذي رأسه هو حزب الإسلام الذي رأسه رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية. تعرفون كشعب التركي هو أكثر شعب مسلم، الأغلبية هم مسلمين في تركيا، فمن هذا الباب أردوغان يراهن على الإسلاميين أكثر كما يراهن على القوميين والوطنيين. ولكن إنجا هو كان يشغل معلم فيزياء سابقا وهو رجل أيضا ذكي سياسي محضرم، سوف يستفيد من التهديدات التي جابها أردوغان لتركيا ولشعب التركي بعد الصراع الذي دخل في معركة سوريا ومع الروس ومع الأمريكان. رأينا في الفترة الأخيرة قبل أسبوعين كيف نزلت هبطت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ تاريخها، وهذا بعد الصراع الذي دخل مع الروس ومع الطرف الثاني اللي هو كان يهدد تهديدات إعلامية وليس جدية كدولة إسرائيل والصهاينة. ولكن اليوم أردوغان يواجه واسع، هناك دخل أشخاص أخرى على خط الانتخابات كإنجا والأمرأة الديب يعني الحديدية. ولكن وسط كل هذه التحديات ووسط كل هذه الإجراءات التي اتخذها أردوغان في الفترة السابقة، فرص الفوز متاحة بشكل كبير حسب استطلاعات الرأي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ويبقى يعني الجانب الآخر وهو التمثيل في البرلمان التركي. نشكر السيد طاهر التميمي عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية.
نستكمل الآن مشاهدينا جولتنا الإخبارية، والآن نرصد مع حضراتكم أجواء وامتحانات الثانوية العامة التي يؤدي الطلاب فيها اليوم امتحان مادة الديناميكا لشعبة الرياضيات ومادة الأحياء لشعبة العلم وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. الآن نتواصل مع الزميلة لمياء حمدين مراسلة أون تي في لايف أو اللايف من القاهرة، وأيضا تنضم إلينا الزميلة نسمة شفعي مراسلة اللايف. أهلا بكما معنا في هذه الجولة الإخبارية، والبداية معك لمياء، ماذا عن أجواء الامتحانات اليوم؟ ثلاث مواد نتحدث عن الأحياء وعلم النفس ومادة الديناميكا للشعبة العلمية، كيف صارت امتحانات اليوم؟ مرحبا بك محمد، مرحبا بك لبنى وبالسادة المشاهدين. بالفعل نتابع معكم ليس فقط اليوم ولكن منذ الثالث من يوليو وحتى الأول من يوليو القادم، نتابع وسنتابع الأجواء الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ل 656 ألف طالب وطالبة على مستوى جمهورية مصر العربية في 1777 لجنة سير لمدة 10 أيام تخللتها بالفعل أجازة عيد الفطر المبارك والفروق بين المواد في الامتحانات وبعض الاجازات الاخرى. بالنسبه للشعبه الادبيه عددهم 266898 طالب وطالبه، وبالنسبه لشعبه علمي رياضه عددهم 114716 طالب وطالبه، وبالنسبه لشعبه علمي علوم عددهم 264697 طالب وطالبة، وهناك 58 طالب يؤدون الامتحانات داخل مستشفى 57357 وثلاث طلاب في مستشفى أورام طنطا و63 طالب في معهد الأورام و60 طالب في السجون. يعني كما تابعنا معكم الامتحانات منذ بدايتها وحتى الآن هناك الكثير من التنسيق الكثير من التنظيم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بينها وبين المؤسسات الأخرى كما ذكرت لكم منذ قليل مع وزارة الداخلية أو مع مرفق الإسعاف ووزارة الصحة. كما ترون الصورة موضحة من خلفي، هناك ترتيبات أمنية وتمركزات أمنية أمام المدارس وأغلب المدارس، هناك تحويلات مرورية للتيسير على طلبة أن يأتوا في المواعيد المحددة لهم في الامتحان، هناك شرطة نسائية لمنع التحرشات أو التجاوزات أو المعاكسات للطالبات تحديداً. هابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأولياء الأمور عدم الحضور والتواجد أمام المدارس أو في محيط المدارس لتهيئة الأطفال تهيئة الطلبة والطلاب لأجواء هادئة وأكثر هدوءا، وأيضا أهابت للمراقبين والملاحظين داخل اللجان بتهيئة الأجواء من تهوية أو توافر المياه الباردة للطلبة خاصة في هذا الجو الحر وارتفاع درجات الحرارة للطلبة والطالبات. لاحظنا منذ بداية الامتحانات وحتى الآن أنا لا يوجد مشكلات بالنسبة حتى للغش الجماعي أو الإلكتروني الموجود على بعض الصفحات، لم نلاحظه بشكل كبير في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وإن كانت موجودة بيتم اللحاق بهم في دقائق معدودة ويتم السيطرة على الأمر بشكل كبير. امتحان يعني بطريقة البوكلت بقى أو أصبح يسير على الطلبة والطالبات هذا العام بشكل جيد. منذ دقائق قليلة خرج طلاب الشعبة الأدبية وعلم الرياضة وعلم علوم، الامتحانات كانت يسيرة في مستوى الطالب المتوسط، يعني بعض الطلبة والطلاب ذكروا لنا أنه كان يحتاج القليل من الوقت، وهذا يعني لو هنعتبرها مشكلة عند الطلبة فهي موجودة فقط يعني منذ بداية الامتحانات وحتى الآن في اللغة امتحان اللغة الإنجليزية واليوم في مادة الأحياء، لكن بصفة عامة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط. طب من أجواء الثانوية العامة بمحافظة القاهرة نتابع مع الزميلة نسمة شفعي أجواء امتحانات اليوم من محافظة الجيزة. يعني بعد التحية نسمة، كما ذكرت الآن وأفادتنا لمياء، الامتحانات يسيرة، ردود أفعال الطلبة إنه الامتحانات كانت في بعض الأحيان تحتاج إلى مزيد من الوقت، ماذا عن التعليقات وردود الأفعال لديك في محافظة الجيزة؟ هل هي نفس التعليقات بامتحانات اليوم أم هناك تعليقات أخرى مختلفة؟ أهلا محمد، يعني بالفعل انتهى طلاب اليوم من أداء امتحان
سواء علم النفس والاجتماع أو الأحياء أو الرياضيات التطبيقية الديناميكا. وتحدثت مع الطلاب عن امتحان علم النفس، يعني جميع الطلاب يروا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ويعني سعداء بهذا الامتحان وتفائلوا ببقية الامتحانات. أما عن مستوى امتحان الأحياء فيعني تباينت الآراء حول من يرى يعني في مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافي، والبعض الآخر يرى أن الوقت غير كافي ويوجد بعض الجزئيات يعني لقوا صعوبة في حلها. أما عن امتحان الديناميكا فيعني الآراء أيضا اختلفت ما بين الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن يوجد يعني الوقت كان غير كافي للأسئلة. الأسئلة يعني تقريبا كانت 18 سؤال، فكانوا يريدون يعني وقت أطول وأكثر لحل بقية الأسئلة. الأسئلة تحتاج أيضا للتفكير، والبعض الآخر يرى أن المستوى ليس في مستوى الطالب المتوسط، ويعني لاقوا صعوبة في كثير من الجزئيات. ولكن بشكل عام يعني الأمور كانت تسير بشكل طبيعي. تباينت الآراء بين الطلاب في على مستوى الامتحانات اليوم، ولكن تمنوا بقية الامتحانات تكون في مستوى الطالب المتوسط، خاصة أنه بعض الطلاب يعني قالوا أن امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان الفيزياء كان أيضا الوقت غير كافي ولاقوا صعوبة في بعض الجزئيات، خاصة في امتحان الفيزياء وأيضا جزئية في امتحان اللغة الإنجليزية. لكن الأمور تسير بشكل طبيعي. منذ يعني قليل كان يوجد الطلاب وأولياء الأمور هنا يعني ازدحام شديد خارج اللجان للإطمئنان على أبنائهم، ولكن تمنوا أن الامتحانات القادمة تمر بسلام، خاصة يعني أنه باقي يومين فقط، يوم الخميس والأحد القادمين. يعني بشكل عام محمد الأمور هنا بتسير بشكل طبيعي، وسنتابع معهم بالتأكيد في الأيام المقبلة لنطمئن على بقية الامتحانات. وأعود إليك مرة أخرى محمد في الاستوديو. شكرا للزميلة نسمة شفعي مراسلة أونلايف من أمام إحدى اللجان بمحافظة الجيزة، والشكر أيضا موصول للزميلة لمياء حمدين من محافظة القاهرة، وكل الدعوات الطيبة لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق فيما تبقى من امتحانات. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، ولكن بعد دقائق من الأهم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في كل مكان. وإلى سياق النشر مرة أخرى، في بلاد الرافدين أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تحالف بين كتلتي نصر وسائرون. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع العبادي في النجف مع زعيم التيار الصدري، وأصدروا بيان مشترك عن تشكيل الحكومة تضمن 8 نقاط. وقال الصدر في مؤتمر صحفي في مدينة النجف إن التحالف سيكون عابرا للطائفية والإثنية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط مبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي ما بين كتلتي سائرون والنصر. نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط مبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي بين سائرون والنصر، والتي تساهم في بلورة حكومة قوية.
وقال العبادي إن تحدي الانتخابات ليس أكبر من تحدي داعش الإرهابي، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من عملية تزوير الانتخابات. أؤكد أيضا هذا التحالف لا يتعارض مع أي تحالف لأي من القائمتين مع كتل أخرى، بل يصب بنفس الاتجاه وبنفس المبادئ. وبهذا الأساس احنا حريصين تشكيل هذا التحالف ودعوة الآخرين للسير معا. ونتحول إلى سوريا، حيث طردت قوات سوريا الديمقراطية فلول تنظيم داعش من محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. وذكرت القوات في بيان لها أنها انتهت من عمليات التمشيط في ثلاث نقاط في محافظة الحسكة كان داعش متمركزا فيها، مضيفة أنه لأول مرة منذ 2013 أصبحت الحسكة خالية بشكل كامل من أي وجود لتنظيم داعش. وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، وهي ائتلاف من المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من التحالف الذي تقوده واشنطن، على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها، وذلك منذ عام 2015. قصف الجيش العربي السوري مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في جنوب غرب البلاد، ويستهدف الهجوم مناطق المعارضة في الجزء الاستراتيجي الواقع على حدود الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. اعتقلت السلطات الإثيوبية مسؤولا أمنيا على خلفية التحقيقات في هجوم استهدف حشدا مؤيدا لرئيس الوزراء أبي أحمد بأديس أبابا أمس. وذكرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية أن نائب مفوض لجنة شرطة العاصمة أديس أبابا يخضع للتحقيق في أوجه القصور الأمني. ويشار إلى أن الهجوم الذي تم بقنبلة يدوية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150 آخرين. نجا رئيس زيمبابوي من انفجار استهدف تجمعا انتخابيا له في بولاوايو في جنوب البلاد، وسقط عدد من الجرحى جراء الانفجار مجهول المصدر الذي وقع عندما أنهى الرئيس مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 30 من يوليو المقبل كلمته أمام مئات من أنصاره في استاد بولاوايو، ثاني أكبر أو ثاني مدن زيمبابوي التي تعتبر معقلا للمعارضة. وقال الرئيس الزيمبابوي إن هذه المرة لم تكن الأولى التي يتعرض لها لمحاولة اغتيال، مشيرا في حديثه عقب نجاته إلى أنه تعرض قبل ذلك لمحاولة اغتيال عن طريق التسميم. لم أسمع عن أي إصابات خطيرة بخلاف إصابة نائب الرئيس وبعض الشخصيات المهمة الأخرى. نعم، لقد قادوني للمستشفى وأصيب رئيس البرلمان ونائبه وزميلين آخرين أيضا، ولكنني أسمع أن الإصابات بسيطة إلى حد ما باستثناء الإصابات التي ذكرتها. وهنا أستطيع القول إنها ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها إلى مثل هذا النوع من الحوادث، لقد تعرضت إلى ذلك 6 مرات قبل هذا الحادث. إنه أمر طبيعي ولن يؤثر علي. وفي شأن آخر، قالت إيطاليا إن فرنسا تخاطر بأن تصبح العدو الأول لها في قضايا الهجرة، وذلك قبل اجتماع زعماء أوروبا في بروكسل لبحث هذه القضية. جاءت تلك التصريحات ردا على تعليقات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي قال إن تدفق المهاجرين على أوروبا تقلص مقارنة مع ما كان عليه قبل سنوات قليلة. واتهم نائب رئيس وزراء إيطاليا الرئيس الفرنسي بعدم الاطلاع بالتطورات. قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن لجنة من مراقبة تضم دولا من أوبك ومن خارج منظمة أوبك ستبحث كيفية توزيع زيادات إنتاج النفط بين الدول المنتجة. وأكد الرشيدي أن آلية توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء داخل وخارج أوبك ستترك اللجنة لمراقبة السوق بهدف الوصول لأفضل توزيع ممكن بين الدول 24 المشاركة في اتفاقية فيينا. وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاقية لخفض الإنتاج بواقع 1,800,000 برميل يوميا. جولتنا الإخبارية ما زالت متواصلة مع حضراتكم، فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وإلى سياق النشرة مرة أخرى. وفي الأخبار المحلية،
يستقبل اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة نائب رئيس جمهورية العراق الدكتور إياد علاوي، ويناقش الطرفان خلال لقائهما أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. يرتب رئيس مجلس النواب علي عبد العال موعد إلقاء برنامج الحكومة أمام المجلس، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ثم إدراجه في جدول الجلسات العامة فضلا عن إخطار النواب به. وفي سياق آخر، ينظر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم السبت الموافق 14 من يوليو 2018. ومن المقرر أن يناقش البرلمان أيضا عددا من التقارير البرلمانية، ومنها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018. إذن مشاهدينا الكرام، حان الآن موعد الجولة الاقتصادية مع الزميلة ولاء غانم. ماذا لديك؟ شكرا محمد، شكرا لبنى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نظم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو دورة تدريبية للتوعية بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتهدف الدورة التي تعقد خلال 24 إلى 26 من الشهر الجاري إلى تدريب المعنيين بموضوع أهداف التنمية المستدامة من العاملين بالجهاز، علاوة على العاملين بالوزارات ذات الصلة. وفي تصريحات لأون لايف، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات أنه سيتم خلال الدورة التدريبية مناقشة العديد من الأوراق البحثية حول التنمية المستدامة وأهدافها. النهاردة الفعاليات مستمرة لغاية الساعة 5 إن شاء الله. هيبدأ استعراض كل جهة من الجهات من شركاء العمل الإحصائي، هتستعرض ايه هي التحديات اللي بتواجهها في إتاحة البيانات الخاصة بإنتاج المؤشرات اللي هتقيس التقدم المحرز لهذا الهدف، الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة. الحقيقة كل عنصر من العناصر المشاركة مجهز ورقة عمل هيستعرضها وهيتم مناقشتها للوصول لنقاط محددة إن شاء الله بنهاية اليوم. وقع وزير النقل الدكتور هشام عرفات ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس لتكريك مجرى نهر النيل وتطهير المجرى الملاحي ليصبح جاهزا لاستقبال الملاحة النهرية. إن النقل النهري في مصر بيلعب، مفروض إن هو يلعب دور أكبر بكتير جدا من الدور اللي بيعمله في نقل البضائع في مصر. احنا بغض النظر كمان عن نقل الركاب، احنا بنتكلم على نقل البضائع في مصر. احنا النهارده بنتكلم على 4.2 مليون طن، مش كده يا دكتور ابو عزيز؟ سنويا. احنا طبعا عندنا خطه ان ال 4.2 مليون طن دول يوصلوا مش اقل من 20 الى 22 مليون طن ان شاء الله. في طفره باذن الله هنشهدها الفتره اللي جايه دي. هيئة قناة السويس فريق مهاب مميش أن الدولة تسعى لتطوير الملاحة النهرية والاعتماد عليها في نقل السلع والبضائع. احنا سايبين نهر النيل تماما بدون أي تحديث أو استغلاله كمجرى ملاحي، بينما لو بصينا في أوروبا وأمريكا وكل الدول هتلاقي النقل النهري ده أساس ودعم للاقتصاد القومي لأي دولة من الدول. فآن الأوان إن احنا نحسن إمكانيات النقل النهري عشان تحسن إمكانياته لازم يبقى فيه خرائط للنقل النهري، لازم فيه علامات ملاحية تساعد على تأمين إبحار السفن داخل النقل النهري، لازم يبقى فيه وحدات قادرة على الإبحار داخل المجرى الملاحي لنهر النيل. هنعمل 1000 شمندورة إن شاء الله، ويمكن انا بكلم حضراتكم شمندرات في الميه دلوقتي يعني اتعملت عمليه التكريك. بالتالي احنا عاملين مخطط مع الهيئه ان احنا نكرك او نخلي الاعماق صالحه لابحار
السفن السياحية داخل المجرى الملاحي نهر النيل في خلال الفترة القادمة. بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة زايد بن راشد الزياني وزير السياحة البحريني، والذي أكد أن الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى قرارات تدعم قطاع السياحة في الدول العربية، مشيرا إلى زيادة معدلات نمو السياحة على مستوى العالم. ونأمل من خلال هذا الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية 22 أن نستكمل ما بدأناه معا بالوصول إلى قرارات تدعم هذا القطاع الحيوي والمتنامي والذي تعول عليه جميع الدول في خططها التنموية كمحفز اقتصادي واجتماعي أساسي. قد حققت السياحة على المستوى العالمي معدلات نمو مستمرة وسريعة خلال العقدين الماضيين، ففي العام المنصرم تم تسجيل أعلى معدل للنمو في السياحة الدولية خلال 7 سنوات الأخيرة بنسبة 7%، ليبلغ عدد السائحين الدوليين حوالي 1.3 مليار سائح، أي ما يزيد عن 3.6 مليون سائح دولي يوم. قال محمد معيط وزير المالية إن تكلفة العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين والعاملين بالدولة تقدر ب 24 مليار جنيه، موضحا أنه يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة. وكشف الوزير أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية والاستثنائية 265 جنيها للفرد، موضحا أن العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية 7% بحد أدنى 65 جنيها. وأشار الوزير إلى أن العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تبلغ 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها، مضاف عليها العلاوة الاستثنائية 200 جنيه من الدرجة السادسة وحتى الرابعة و 190 جنيها من الدرجة الثالثة وحتى الأولى و 180 جنيها من درجة مدير عام وما فوقها. وأشار إلى أن هناك 15% زيادة على إجمالي قيمة المعاش المنصرف بحد أدنى 150 جنيها، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 إلى 750 جنيها بزيادة 50% اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة 28 مليار جنيه. قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الشركات التابعة لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها، مشيرا إلى أهمية وضع معايير قياسية للصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص. وأكد الوزير في اجتماعه بقيادات الوزارة ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشري بالشركات التابعة مع رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل. وخلال الاجتماع استعرض توفيق محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو الإصلاح وتحقيق طفرة نوعية في أداء الشركات التابعة وكذلك تكليفات القيادة السياسية، ومن بينها رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارات لتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية. تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لافتتاح أكبر تجمع لتوربينات الرياح على مستوى العالم بجبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات في 30 من يونيو الجاري بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه. وأوضح المهندس أسامة نعمان مدير محطة جبل الزيت أن التوربينات الموجودة بالمحطة من أحدث التوربينات الموجودة بالعالم، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط. وأكد نعمان أن موقع محطة جبل الزيت يعد من أفضل المواقع المميزة بالعالم للاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتا إلى أن متوسط سرعة الرياح بالموقع هو 12 مترا في الثانية، وأحيانا تسجل 33 مترا في الثانية.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى لبنى ومحمد لاستكمال هذه النشرة، إليكما. شكرا لك ولا على هذه الجولة الاقتصادية. ولكن الآن موعدنا مع الجولة الرياضية مع الزميلة بسمة السعداوي. شكرا محمد ولبنى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الرياضية، حيث وصلت أمس بعثة الفراعنة إلى مدينة فولغوغراد بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة. توجهت مباشرة إلى الفندق الذي أعد لإقامة الفريق خلال وجوده بالمدينة للقاء نظيره السعودية في الرابعة من عصر الاثنين المقبل. يقام ظهر اليوم الاجتماع الفني للمباراة يعقبه مؤتمر صحفي للمدير الفني هكتور كوبر على أن يؤدي الفريق تدريبه في 3:30 عصرا بتوقيت روسيا. كانت إدارة البعثة قررت العودة إلى القاهرة مباشرة في 9 صباحا بعد غد الثلاثاء من فولغوغراد دون الحاجة إلى العودة إلى جروزني مرة أخرى. خلال حديث له مع مجموعة من الصحفيين في جروزني، أكد هكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني أنه يدرك بوجود عدد كبير من الجماهير المصرية غير المتفقة مع طريقة اللعب التي يقدمها في الفترة الماضية مع الفريق، مطالبا إياهم بدعم لاعب الفراعنة. No, 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 yo no creo que no. A ver, si tenemos de 100 millones, 99 o 80 millones que no están conformes, evidentemente, uno no puede ir adelante si ve que. No puede satisfacer a todo el mundo. Más allá que los objetivos se puedan lograr. Pero eso también lo sé, eso también pasa en el mundo. Yo pongo siempre un ejemplo: el Real Madrid, un técnico salió campeón. Ganó la Liga. Y se fue. ومشوا خلاص ما حدش خايب امالنا خالص انا عصبي على طول لو كسينا صوت tenemos que decir que tuvimos 10 minutos que fueron عندنا مثلا حاضر او كل 10 دقايق كان بجد وحشين جدا بالنسبه لنا لكن ان اللعيب خايب ظني او كده عندي مجموعه من اللعيبه الرائعين الممتازين اللي ضحوا قدموا افضل ما عندهم على مر السنين ضحوا بحاجات كتير جدا قدموا كل حاجه جوه ارض الملعب طبعا النتيجه في الاخر ما كانتش على قد طموحات اللي احنا كنا منتظرينها كلنا لكن انا ما بشكرهم جدا اللعيبه بتاعتي اللي هم فعلا اذا مشاهدينا نهايه هذه الجوله الرياضيه السريعه وعوده مره اخرى الى لبنى ومحمد اليكما شكرا لك بسمع على هذه الجوله الرياضيه ومشاهدينا بعد قليل سوف نتابع بالطبع هذا المؤتمر الصحفي ووقائع هذا اليوم الخاص بامتحانات الثانوية العامة لكن بقي أن أذكركم بأهم ما ورد لهذه الجولة الإخبارية من عناوين لبنى نعم الأتراك يدون بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية تهدد عرش أردوغان ألف قتيل حوثي حصيلة عمليات الحديدة والمقاومة تضيق طرق الإمدادات عن المسلحين وزارة النقل وهيئة قناة السويس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير الملاحة النهرية إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة ما بين الأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية تابعونا مشاهدينا تغطيات خاصة على رأس الساعة المقبلة تغطية خاصة على شاشة أونلايف كونوا دوما معنا على رأس كل ساعة